كانت شهريتي ما بتتراوح تحت 3-4000 دولار بالشهر. ايه من فوق للصفر لتحت الصفر. قالوا لي ليش ما بتجيب توك توك؟ جبت توك توك ونزلت عليه وبلشت فكرة توك توك اون تيك توك. الحكم النفسانية أنا بصفوني للمرضى تبعهم يا صاحبي، لأنه أنا اللي بيطلع معي بيطلع مهموم بينزل ناس الدنيا ما فيها معلم. كل العالم بس تشوف هيدا زي الفولكلور بتعرف إنه أنت لبناني. ما بدي استحي، بالنهاية أنا كل شيء عم طلعه بعرق جبيني ما حدا إله معي، أنا بستحي لما بيجي بطلب منك مصاري. وأهلا بها الطلة أهلا، وأهلا بها العين الكحلة. قال لي يا جد اسمع ويلو اللي بيكسر بخاطر مرا. القصة اللي خلتني انزل على التوك توك بعد ما دهور البلد بكورونا وكذا وهيك ووقف شغلي بعد ما رجعت من تركيا، بعد كان عندي اغا تاكسي وسيز كارز ورحت على صف سكرت وطلعت على تركيا. بتركيا ما توفقت، كنت عم بتجرب افتح سمول سناك لالي تيك اواي ساندويتش، ما مشي الحال، دورت ورجعت على لبنان. رجعت على لبنان معلم، قعدت 3 سنين عم بصرف من اللحم الحي، يعني لدرجه دخل الوالد على المستشفى وحطيت كل اللي معي بالمستشفى كلياته، وصرت فيك تقول على الحديدي انا والحديدي سوا عم نشحت مع بعض. قالوا لي ليش ما بتجيب توك توك؟ جبت توك توك ونزلت عليه وبلشت فكره توك توك اون تيك توك. وبلشنا، عندي لبسة تراديشنال أنا موجود بالبيت، لبسته وصرت أنزل فيه، لقيت العالم كلها متجاوبة مبسوطة بالموضوع. يا حمرا بلشنا فيه هيك وكبينا فيديو على التيك توك يا معلم، وجاب نص يعني نزلته من عشية الساعة 11:30 تقريبا، فقت الصبح التيك توك ولعان، نص مليون مشاهدة معلم وتكسير ودنيا وآغا. كانت شهريتي ما بتتراوح تحت 3-4000 دولار بالشهر. ايه من فوق للصفر لتحت الصفر. هلا الحمد لله الف نعمه. الو اف يو وانت يا زهير تو درينك كاس ويز مي فروم يور هاوس كم تو هاوس ناو. اهلا وسهلا شرفونا حبابنا. قصه الزيت تقليدي والله، انه في شاب هون بجبال قال لي البوس الزي ونزال فيه وما بتكون إلا مبسوط. والله تاني يوم يا معلم جيت ونزلت فيه وكانت العالم كلها ممنونة، صارت العالم تيجي تتصور معي وحبوا فكرة الزي تراديشنال بالوقت اللي هيدا كان انقرض بعنا بالبلد، العالم كانت تلبسه قديما وهلأ بطل. كل العالم بس تشوف هيدا زي الفولكلور بتعرف انه انت لبناني، لأنه بيدل على الدبكة والفولكلور والرقص وهيك. منافسات فيك تقول مش صعوبات، لأنه أنا نزلت آخر واحد فيك تقول على التوك توك بعد ما كانت كل العالم نزلت وخلصت وأسمرت وربت عالم، فأنا نزلت آخر واحد بيناتهم والحمد لله قطعتهم كلياتهم وصرت الرقم الصعب. الأغى لديكم لا خوف عليكم، مقطع خبر. أهلا بها الطلة أهلا، وأهلا بها العين الكحلة، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا. ما اليوم أنت إذا قعدت كتفت إيديك الدنيا مش حتتغير ولا حتشتت الدنيا مصاري، أنت اليوم بدك تسعى، الله قال لك اسعى يا عبدي واترك الباقي علي. فاليوم كل إنسان هو بيرسم هدف وبيمشي خلاله، أنا رسمت هذا الهدف وقلت بدي أحققه، مع إنه أنا ما كان موجود بقاموسي كلياً. يعني أنا النهار اللي اشتريت التوك توك اشتريته على أساس إني أجره، حتى سواقة ما كنت بعرف سوقه. قلت انه هجاره هال 200-300 دولار بستفيد منهم، قال لي صاحبي يا خي انزال انت بتتسلى عليه وانت ابوظبي وكذا، والله ونزلت عليه. يا سيف الحل قعد الطايل يا هدر دم الاصايل وللي يتحدى ولا وللي يداوي قاتل يا بويل اللي يداوي قاتل. لا 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 بيب 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 بالنهاية أنا كل شيء عم طلعه بعرق جبيني ما حدا إله معي، أنا بستحي لما بيجي بطلب منك مصاري، بستحي لما بروح بسرق فلان، بستحي لما بيجي بحكي على فلان لآخذ منه مصاري أو بضحك عليه، أنا بالعكس عم بكسب لقمتي بعرق جبيني وبتعبي. تفضلوا أستاذ نعمل لكم تور مشان ما يضل القمر مقهور، بتروح ختيار بترجع زغتور. الحكم النفسانية أنا بصفوني للمرضى تبعهم يا صاحبي، لأنه أنا اللي بيطلع معي بيطلع مهموم بينزل ناس الدنيا ما فيها معلم.
يعني بيقولوا لي نحن كنا بحاجه انه نعمل هيدي الجوله معك. اللي بيجي لعندي زعلان انا بعمل له الاجواء معلم اللي تخليه انه هو يغير المود تبعه كليا. وكلنا عندهم سيارات وجدي ايه بيركبنا قلبهم يا شهرة. ما كنت متوقعة، يعني كنت متوقع انه العالم تحب، العالم تنبسط، عالم كذا، بس انه الشهرة اللي انا فيها اليوم الحمد لله ما كنت متوقعة. تيك توك مصدر دخلي فيك تقول من بعد رب العالمين، يعني الرزق من رب العالمين، بس هو مصدر الدخل تبعي الحمد لله. كبرنا، كنا تيك توك اون تيك توك، انمنع التيك توك على المينا هون بقرار من البلدية، سمحوا بالسيارات الجولف كار الكهرباء، والحمد لله كبرنا وصلنا على الجولف كار الكهرباء. وجيب المشوز ورقص امه. الكلام السلبي انا بيقويني وبيعطيني قوه اني كمل، لانه انا كل ما انا تشوفني ناجح كل ما انت تنقهر زياده. الجمله الشهيره الاغا لديكم لا خوف عليك. الكلام اللي بيقويني يا صاحبي اليوم انه كيف بدي اقول لك، انه برافو عليك وكمل، وكلنا مبسوطين فيك، ولما بتشوف حالك على التي في والعالم كلها عم تحكي فيك، ولما بتكون هون موجود بالمدينه بتلاقي العالم كلها عم تيجي تسلم عليك والعالم كلها بتعرفك، هذا شيء بكبر القلب بالنهايه. نازل خيي هيك بدي اتسلى، طلع مصاري وفل على البيت، لما حطيت الاغاني يا معلم لقيت الناس مبسوطه، قلنا منكبر، صرنا اغاني، صرنا ننزل نتبك نحن والناس على الطريق، صارت العالم تنطرنا بالاسواق بس كون قاطع، يعني اذا بتفوت على التيك توك عندي عند الاغا تور معلم بتشوف الفيديو لما انا بكون قاطع بالاسواق كيف العالم بتكون كلياتها ناطرتني لترقص معي من اصغر عمر لاكبر عمر، يعني في زلمه عمره 90 سنه عم زخيا الله يطول بعمره، هيدا على كل تور بعمله بده يقوم يرقص معي، يعني هو ليقوم من كرسته لهون بده يقوم اجباري بكل تور بكون قاطع فيه ليقوم يرقص معي. ايوه انا معلم ملك الدبكه، مش شغوف بالدبكه. انا اللي قصه الدبكه كمان هيدي طريفه، كنت ولد صغير كان عمري شي 7-8 سنين، فامنا حاطين دبكه وامنا نرقص، انا قمت لارقص عم كحتوني من الدبكه لاني ما بعرف ادب، عم ضليت حاططها براسي لصرت استلم اول. احلى تحيه من جبال، احلى مدام.